هنعمل برضو تشيز كيك بالبامكن. اسمه ايه ده، القرع سهل جدا، بناخده بنقطعه بنحط له شويه سكر، المفروض تسيبوه شويه لغايه لما ينزل ميته، وبعدين تحطوه على النار يستوي. الحاجات دي عملناها قبل كده كتير في بالهنا، ما بنزودلوش ميه، اللي بيحصل ان هو اللي بينزل ميته القرع مع السكر. فده انا عاملاه، وده انا محتاجه منه كوبايه. عندي كريم شانتي زي ما انتم شايفين، عندي مارشميلو وده جديد، شويه قرفه، شويه سكر وزبده. وهنا البيز بتاعنا عادي جدا، البسكوت اللي احنا عارفينه اللي بالزبده ده، بناخده نضربه بالزبده وبنعمل نفس العمله اللي عملناها مع التشيز كيك التانية. كل التشيز كيكات في بعضهم بيبقى بارد وفي بعضهم بيبقى سخن، فاللي احنا كلهم مختارينهم لكم النهارده كله على البارد. ايه اللي هيحصل بقى؟ اول حاجه انا عايزه اعملها هحط ثلاث حتت زبده كده، اول ما يبتدوا يسيحوا نيجي بشويه المارشميلو دول، مش عايزه كتير. المارشميلو الباقي ده انا هخليها علشان ازين بيه. ساح الزبده ساحت، نجيب هنا على طول المارشميلو، عايزه يسيح، نوطي النار او ما نوصل لمرحله السيحان دي، وننزل على طول بالفيري بتاعنا ده، ونقلب قلب قلب قلب، ونرجع تاني شويه على النار. نحط بقى هنا شويه قرفه واحنا في المرحله دي، نحط شويه سكر صغيرين مش كتير. عظيم. نشيلها كده من على النار شويه ونسيبها تهدى بتاع دقيقتين ثلاثه، مش عايزاها تبقى سخنه قوي عشان لما احط معاها الكريمه اللي هتخليها لي هشه. عشان تبرد نعمل ايه؟ نحطها في ازاز، لو في عندنا حاجه ساقعه من تحت تبقى هايله يعني. ننزل بقى بالكريمه ونبتدي نعمل لها فولدنج، مش عايزين نقلبها قوي، عايزين نعمل الحكايه دي كده علشان ما تهبطش مننا. ونجيب كده الصينيه بتاعتنا ونبتدي ننزل بالميكستشر او بالخليط بالاسلوب ده، اوكي، وندخلها التلاجة ونطلع باللي احنا عاملينه، لانها دي لازم تبقى ناشفانة شوية. اوكي، نيجي كده هنا ونجيب المارشميلو بتاعنا ونيجي بالبشبوري، ده اسمه بشبوري كده اهو، ونبتدي نديلها لون، يعني عملنا بالبشبوري على قد ما نقدر اهو. الحاجات المحروقه دي يا جماعه هي احلى طعم في الدنيا، انتم ممكن تتخيلوا.